الزلمة ميت شو رح نعمل مارت؟ ما بعرف. رح توصل الشرطة. شو بدنا نقول لهم عم نعمل هون؟ شو بدنا نقول للشرطة؟ قولي مارت، أنا كتير خايفة، تصرف عمل شي. تمام رؤي، رح نقول كل شي بصراحة. نحنا ما دخلنا مشان هيك رؤي، ماشي بهار؟ بكفي إنه ما نتصرف وكأننا غلطانين. بس نحنا غلطانين. لا ما سيدي، نحن محامين متدربين، ما بنعرف أركان توزون، اجينا كرمال التحقيق بس. ماشي يا أخي، بتخبرنا مشكلتك بالمخفر. خير هاي، لا في شي؟ لا، أنا كنت عم دور على أمي. كانت تعبانة، نامت بكير. في شي فيقلك ياها؟ لا ما في شي، تصبح على خير. وانتي من أهله؟ يكون بعلمك دوغان يا نار، دقيق الملاحظة كتير. بتمنى لا تتركوا وراكم ولا أي شيء مشان ما يلحقنا أبدا. دوغان بيك، أنا كان لازم خبرك بالوضع من الأول، إنه ما عندي بيت لحتى أسكن فيه. أنا غلطت بهالموضوع. مو كان لازم تخبرني قبل؟ طبعاً كان لازم أخذ إذن منك بالأول لحتى ضل هون، بس ما قدرت. يعني ما في شيء، وكل شيء كان رح يكون منيح إذا تصرفت هيك. فكرت كل شيء رح يكون منيح، أكيد كنت رح روح بس للاقي بيت. ضب أغراضك بسرعة، لا تطول. هدول اثنين مسكناهم بمسرح الجريمة يا سيدي. بس نحن ما دخلنا بالحادث، بس جمعنا معلومات. تمام تحكوا لنا بعد شوي، أنا بهتم بالموضوع. لك مو أنت جاره ليشار؟ إيه. وأنا عم بقول من وين بعرفك. هلأ أنا رح أستضيفكم بالسجن لحتى يجي النائب، ماشي؟ يلا تفضلوا. ضبيت كل أغراضك؟ إيه. هاي صلصة إزمير، شفتها اليوم بالسوق وما قدرت ما أشتريها. أنت جوعان؟ لا أكلت، ماني جوعان. هاي الصلصة طيبة كتير، إذا أنت بتحبها فيك تأخذها، تذكرني كل ما تاكلها. اجا حضرة النائب؟ ايه اجا. واضح من الجثة انه انتحار، بس النائب بده يشوف تقرير الطبيب الشرعي. شو يعني؟ ليكوا يا شباب، لحتى تطلع النتيجة لازم خليكن هون، لأنه أنتوا المشتبه فيهم الأول بهي القضية. بعتذر منكن. بس نحن مالنا علاقة بالقصة، ما كان لازم نفوت على هالبيت. صح، ما كان لازم تفوتوا. رح نضل هون ليطلع التقرير؟ إيه لكان، وكمان أنتوا بحاجة محامي لحتى ناخد إفادتكن. مارت، خلينا نحكي مع دوغان بيك. لا أنا ما بقدر أتصل فيه، مستحيل ما بقدر. بس ما في حدا بيقدر يساعدنا غيره.
مزبوط، معك حق. يلا تعالوا معي، طالعوا يلا. لوين رايحين دوغان بيك؟ بس نوصل بتعرف. ألو؟ دوغان بيك، أنا مارت. شو يا مارت؟ اعتقلونا أنا وبهار. مارت شو عم تقول؟ اعتقال شو؟ أركان توزون مات. طيب جاي فورا. تمام، شكرا دوغان بيك. عصب كتير مو هيك؟ ما بعرف، ما فهمت علي. بس جاية أكيد ما؟ ايه. اتصلي بأهلك مشان ما يخافوا. تمام، شكرا لإلك. فيني أنا أحكي كمان بس تخلص؟ أمي بيكون مشغول بال علي. تمام. بانو اختي؟ أنا بالسجن هلأ، اعتقلوني الشرطة. شو؟ كيف اعتقلوكي؟ شو في؟ بانو معلش تهدي شوي لو سمحتي، ما في شي بيخوف. كيف بدك يعني اهدى يا اختي؟ كيف بدك يعني اهدى وانت بهالوضع؟ قولي ليش اعتقلوكي؟ صاير شي مع اختك؟ شو في؟ مساء الخير، أنا المحامي دوغان يانار. كنت ناطرك دوغان بيك. أنا المفوض تورغوت أردام. تشرفنا. خبرني مارت رؤوس أقلام، بس فيني أعرف شو صاير؟ مسكوه الشرطة ببيت أركان توزون. شو؟ مسكوه بالبيت؟ شو قصدك؟ إجانا بلاغ المسا، في حدا من جيران أركان توزون شاف ناس فايتة على البيت، شك بهالشي، ولما راحت دورية على موقع الحادث كانوا بهار ومارت هنيك. أخذتوا إفادتهم؟ لا، كنا ناطرينك. تفضل. أنت استناني هون. دوغان بيك؟ جبنا الشباب لهون بس ما طبقنا عليهم القوانين. النائب كوراي بغرفتي، بتقدروا تشوفوه وقت اللي بدكن. تمام، شكرا. بالإذن منك. الله معك. شو كنتوا عم تعملوا بهداك البيت؟ نحنا فكرنا نراقب الزلمة. وليش؟ انتوا محققين؟ نحنا كنا عم نراقبه ومتأملين نلاقي شيء. آمنا بقضيتك، مشان هيك كان بدنا نلاقي أي دليل. وشو لقيتوا؟ قولوا لي شي، جاوبوني، شو استفدتوا؟ لما يطلع من السجن توقعنا انه في حدا رح يراقبه. اخذنا صور لاكثر من حدا. كان كل شي طبيعي. كمان التقى مع رفقاته وتسلى كمان. بعدين شفناه وكان معه شنطة. بعدين شنطة؟ كانت معه لما فات ولا لما طلع؟ لما فات، بس ما منعرف هاي الشنطة من مين بنوب. كملوا. بعدين راح يشوف كرفان. اشترى كرفان؟ لا، ما منعرف إذا اشترى كرفان ولا لا، بس شفناه عم يتفاوض مع الزلمة. معناتها كان بده يسافر فيه. كنت بتعرف إنه رح يروح؟ بعرف إنه قدم على جواز سفر. كملوا. بعدين فتنا أنا ومارت على بيته مشان ناخد معلومات. نطرنا قدام البيت شوي، ما أجا حدا ولا راح حدا. فكرنا أنا وبهار إنه ما في حدا بالبيت. ما في فرق إذا كان بالبيت أو لا. يلي ما عم بفهمه أنتو كيف بتتصرفوا هيك بدون تفكير. معك حق، بس ما كان مبين على الزلمة إنه بده ينتحر دوغان بيك. فهمت هالشي، كنت بعرف إنه ممكن يصير له شي، بس ما كنت متوقع إنه رح يتصرفوا بهالسرعة. دوغان بيك، برأيي خلينا نخبرهم بكل المعلومات يلي عنا.
يمكن الشرطة تلاقي الشيء اللي نحن ما قدرنا نلاقيه. أنا برأيي هاد مو انتحار. لا تخافوا، هن هيك رأيهم كمان، وانتو المشتبه فيكم. طيب انتو احكوا كل شيء مثل ما صار، قولوا انكم فتوا بهاي القصة بس كرمال تساعدوني لي. حتى كل الصور واي شيء جمعتوه فرجوه للشرطة. وانا حاتصرف لطالعكم. شكرا لك. شكرا دوغان بيك. وانا بشكركم. بنتي بهار. بهار تفضل يا بيك. انتو اعتقلتوا بنتي يا حضرة الشرطي؟ يعني بنتي ما بتأذي نملة؟ شو صار لحتى اعتقلتوها؟ طيب اهدى شوي يا بيك، قلي شو اسم بنتك؟ بهار، هاي بنتي الكبيرة اسمها بهار، بهار سين. حضرتك أبوها لبهار؟ ايه أنا أبوها. أنت بتعرفها ما هيك يا ولد؟ ايه أنا بعرفها، نحن منتدرب سوا. بتوقع صاير سوء تفاهم، دوغان بيك اهتم بالموضوع. نوغان بيك؟ ها ليكو اجا تفضل. نوغان بيك؟ من شان الله ساعد بنتي بترجاك. بنتي ما بتقدر تضل هون. انت بتعرفها لبنتي، بيحكوا مع بنتي كلمتين حلوين وبيضحكوا عليها. هي مسكينه، بنتي اساسا هبله عن جد. هي اميرتي الصغيره، بيرموا كل شيء على العالم الطيب بهي الحياه يا جماعه. صدقوني انت اكثر حدا بيعرف هذا الشيء اساسا. ابو ولا بهار بترجاك انك تساعدها. ما تخاف راح نطلعهم، اصلا الشرطه عم تشتغل شرطة. ماشي نحن خلينا نعمل هالإجراء، رح تجتمع مع بنتك إن شاء الله. أنا فيني أشوفها هلأ؟ هلأ مستحيل، لازم نستنى للصبح. فيك تروح على البيت إذا بدك، لأنه ما بتقدر تعمل شي هون. لا أنا ما رح نام، أنا رح ضل هون للصبح. إيه؟ طيب لا تنام، جهز الفطور لبنتك الصبح، على الأغلب رح ترجع تعبانة. تمام، رح تساعد بنتي ما هيك؟ وعد، لا تخاف. اطلع معه لعند الباب شوي وجاي. حاضر دوغان بيك، تفضل نروح. طبعا دوغان بيك، انا تشرفت بمعرفتك كثير. شي يوم رح نشرب الشاي مع بعض، رح اجي زورك انا. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. لما سمعت أمي صوت اللاسلكي شكت فيني، كذبت وقلت لها إنه صوت التلفزيون. صعب إني خبي عنها، مو متعود. رح نضل هون للصبح، ما فيك تعمل شي. كان لازم تقلها هيك مشان ما تضل كل الليل مشغول بالها عليك. طبعاً أكيد، بس الإنسان لما يكون دائماً مضطر يخبي شي عن شخص بيعني له كتير بيزعل. مارت، أنا كمان خبيت عليك شغلة. شو خبيتي؟ أنا هداك اليوم ما رحت مشان شوف ديلارا. ليش اجيتي؟ في اتفاقية بين المصرف وشركة العقارات اللي بشتغل فيها. يعني هداك اليوم أنا اجيت لعندكم لحدد سعر بيتكم. شو قصدك؟ أخوك رهن بيتكم للمصري. تعال يا دوغان. انت ما بعتت هدول الشباب مو هيك يا دوغان؟ اكيد لا، انت بتعرفني من زمان، معقول اعمل هيك شيء؟ لك ما بتعمل، ما بتعمل، بس
بعرف حساسيتك تجاه أركان توزون. شو ما صار أنا ما بضحي بشباب إجوا لعندي لحتى ياخدوا رخصة ممارسة المحاماة. لو كنت بعرف كنت اتدخلت فورا. أنا بحاجة تقرير الطبيب الشرعي، وعلى حسب التقرير وقتها رح حدد مدة اعتقال الشباب. أرجوك يا حضرة النائب، بجوز يطول التقرير كذا يوم. ما في شي نعمله، لازم نعمل كل شي حسب الأصول يا دوغان. رح نستنى. حضرة النائب، سجل الشباب نظيف. ايه ممكن، كل شي له بداية يا مفوض تورغوت. طيب تقرير الحادثة وصل؟ لساتنا ناطرين، رح يكون معنا بعد كم ساعة. تمام، لبين ما يوصل تقرير بصمات الأصابع من فريق التحري، أنا بس بدي أطلب منك تراجع قرار اعتقال الشباب مارت وبهار. طيب ماشي، رح نستنى النتيجة يا دوغان.